وبمناسبة العيد 78 لاستقلال المملكة، نظمت مدرسة الأسقفية العربية في إربد وجمعية الشبات المسيحية في الحصن بشمال المملكة احتفالات وطنية حضرها عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية والهيئات التدريسية وحشد من المدعوين. وقد ألقيت في الاحتفالات كلمات وطنية من وحي المناسبة، كما قدم الطلبة فقرات فنية ودبكات فلكلورية نالت إعجاب الحاضرين. إلى المزيد. ضمن فعاليات المملكة بذكرى عيد استقلالها المهيوب والمشرف، إربد نالت حصة كبيرة من هالفعاليات بهذا اليوم المميز لكل أردني وأردنية. جمعية الشابات المسيحية بالحصن بمحافظة إربد نظمت نشاط أردني بامتياز، جمعت فيه سيدات البلدة ليحتفلوا كلهم سوا بأجواء كلها فرح. الحفل بلش بالسلام الملكي على أنغام الآلات الموسيقية لكشافة الروم الأرثوذكس، لترحب من بعدها السيدة ختام الريحاني رئيسة الجمعية بالضيوف. ومعقول بعيدك يا وطني وما نهديك أشعارنا وكلماتنا، قدمها الشاعر حسين الترك ليتغنى بحبه للبلد. حروف الشعر بالإقدار يا وجه أمي، يا وجه أمي في الصباح مسبحا ودعائها في لجة الآلات، أردن نور يا رمز الرجولة في أبي لا ينحني. الحفل كان تحت رعاية مديرة مديرية التنمية الاجتماعية السيدة ساندي سويدان، وبحضور الرئيس الروحي لمحافظات الشمال الأبونا أثناسيوس قاقيش، لتوجه السيدة سويدان كلمة للحضور بهاي المناسبة. نتقدم لوطني ووطن العز والفخار ولقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المقدس حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بأحد التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستقلال 78، الاستقلال الذي نفاخر به الدنيا بأسرها. فهنيئا لنا يا وطن بك، وهنيئا لك بأبنائك وبناتك أصحاب الهمم العالية التي لا تنحني إلا لله. كل عام وشعبنا وقيادتنا الهاشمية وأردننا الغالي بألف خير، أدام الله عزك يا وطني. ولتعرض الجمعية بانوراما أنشطتها وفعالياتها لخدمة المجتمع. وصلت أغاني تراثية وشعبية فلكلورية رقصت عليها السيدات، وصدقوني الكل كان مبسوط ومكيف، وأكيد الكشافة كان إلهم فقرة عزفوا فيها الأغاني الوطنية. وبآخر الاحتفال البسيط تم تكريم السيدة ساندي سويدان على جهودها والأشخاص اللي شاركوا بفقرات الاحتفال. يعني هيك احتفال خفيف لطيف كله بساطة لكن الكل مبسوط. وبعد هالجمعة الحلوة نزلت شوي لشوارع إربد، يعني حبيت أشوف كيف أجواء الاحتفالات، بصراحة كانت حلوة كثير. بكل مكان علمنا الغالي موجود، على كل سيارة، على كل بيت، على كل محل، ويا سيدي على الشماغات اللي غطت روس وكتاف كل المشاركين بهالمسير الرائع. وبتوقع الصورة هي أبلغ من الكلام. وبصباح اليوم الثاني للاحتفالات مدرسة الأسقفية العربية نظمت عدة فقرات قام فيها طلاب وطالبات المدرسة من صفوف مختلفة بقاعة المدرسة. هالحفل كان تحت رعاية الهيئة الإدارية للمدرسة تتمثل برئيسها القسيس سمير سعيد والسيدة صباح زريقات مديرة المدرسة، وأكيد بحضور الكادر التعليمي وبعض من طلاب المدرسة وأولياء الأمور. بلش الحفل بالسلام الملكي وبعديها بكلمة ترحيبية من القسيس سمير والست صباح موجهة لكل الحضور، ولتكون فرصة للدعاء والصلاة لربنا ليظل الأردن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يحفظ الله الوطن من كل مكروه. وتوجيه بطاقة تهنئة لسيدنا أبو حسين وولي عهده الأمير الحسين والعائلة الهاشمية بهاي المناسبة العزيزة على كل نشمي ونشمية. ندعي إلى الله تعالى أن يحمي الأردن ملكاً
وأرضا وشعبا. بنقول لوطننا ولملكنا ولإلنا كل أيامنا كل عام والجميع بألف ألف خير. ساعة واحدة صدقوني كانت كافية لتوصل كمية الحب عند كل طالب وطالبة وهو بيقدم إشي لبلده، سواء كان برقصة، بدبكة، بشعر أو أغاني تراثية. الحفل كان بسيط وحلو كثير، لكن صدقوني هدفه كثير كبير، حتى ينغرس حب الوطن بقلب وبعقل كل طفل، ويتربى على الانتماء والولاء وحب الوطن والمواطن، وليكون جيل واعي ومثقف وطنيا. وطننا غالي علينا، وأكيد منحب نشوفه بمقدمة الدول بنشاطاته وأعماله على كافة الأصعدة. حب الوطن ما بيقتصر على يوم أو يومين أو على كلمة أو فقرة أو حدث معين. حب الوطن هو بدم وبعروب كل أردني وأردنية بخاف على بلده وبيحبها. كل عام والوطن قيادة وشعبا بألف خير والسلام. من إربد لقناة نورسات نيفين حداد.